عايزين خلينا نخرج. اه فتعالي خديني. قلت له انا مش لبس انا وباباها فتح لنا ولقيت بنتي قاعده وهو حيوان. ايه مالك يا محمد؟ ما عملتلهاش حاجه، ما عملتلهاش حاجه، انا ما عملتلهاش حاجه. حاجات ما تذكرش اصلا. دخل قالت الحاجه دي بتضايقني ما تحملهاش. بيعملها ياخد تليفونها يمسح اللي عليه ويديهولها، ياخد تليفونها ويقفله ويشيله منها. يا ابني هديني التليفون. هو كده هو كده هو كده. المهم قالت طيب انت بتحكي، بص ضاربني، راحت معريه رجليها وهنا ودراعها ازرق ازرق طينه ازرق كله ازرق. قلت له ينفع الكلام ده؟ انا هاخدها دلوقتي واطلع على الاسم. وقال خلاص واسف ومره وشيطان وحيق عليا ومحدش هتحصل تاني. خلاص ماشي وخلاص ومشينا. ده بسبب عشان قافل عليها الباب، بيقفل عليها الباب ويمشي. طب شد مفتاح. فبقول له بتقفل عليها الباب بالمفتاح، افرض البنتين وهي حاجه ولعت كهربا ماس كهربا. يقول لي اتصل عليا وانا اجي لها من الشغل. افتح لها. تجي لها ايه يا ابني؟ تجي لها من الشغل بده مفتاح، محدش بيقفل على مراته. انا بقفل بخاف عليهم، انا بخاف عليهم. خلاص ماشي صالح وبقوا حلوين وما فيش حاجه خالص خالص خالص. المهم عدت اسبوع واتنين الله اعلم بقى، الجيران قالوا لي لا ده كل يوم جعورت قد كده وما سمعش صوت بنتك خالص. بنتك الملاك جوه دي مع الشيطان، ده شيطان وهي ملاك ما يتفقوش مع بعض. صوت ياسمين ما بيطلعش ولا بنسمع لها حس ولا بنشوفها الا يوم ما بتروح لك الخميس، بنشوفها في الشارع بس، نسمع صوته هو بس وصريخها هي بس. المهم قالوا سابينا مع الحيوان ده ازاي؟ قلت له والله ما بتشوفش بتقول لنا حاجه. المهم يوم الجمعه قال مخرجها بقى يعشيها بره، بيعشيها بيسمي عليها قبل ما بيذبحها. المهم راح اكل طفح وبنتي اكلت وتعشوا وجم حلوين مع بعض ما فيش حاجه. ليهم حاجات انا جايبها لهم من سوق الجمعه، حتى ازازه لبن مطلعاها هي وحطها على البلكونه عشان تغليها، بس هو قتلها بقى قبل ما تغلي. راحوا واخدين حاجتهم واخدها، طلعوا جابوا شويه حاجات كده من السوبر ماركت وراحوا جايين ورايحين بقى مروحين. ماشيين خلاص يا ماما انا ماشيه سلام سلام. جم يوم السبت باذن الله كده جه رن عليا، رن الساعه 4:30 من تليفون ياسمين. انا بفتكر بنتي اللي بترن، رن وفصل. بعد كده ما فيش ثانيه راح رن من تليفونه هو. فبقول لي يا محمد ياسمين اتصلت بيا، قال لي اه دي كده عايزه تشتكي لك مني. ليه؟ الخضار بس اللي انا كنت جايبه معاها امبارح، طلعت حاجه من الدولاب ليها وطلعت حاجه من الدولاب ولفتها فبتزعق، بتقول انت بتحط في هدومي؟ قلت له ايوه بتحط في هدومها، طلع البادي بتاعها تحط فيه خضره تستفزها ليه يا محمد؟ قال لي خلاص يا ماما حط الخضار في هدومها، حط الخضار في هدومها وهي حتى متصور البوليس مصوره والحاجه في الثلاجه زي ما هي، ثلاجتها مليانه زي ما هي ومحدش لطها. والبادي بتاعها ملفوف في الثلاجه ومتصور برده. فقال لي خلاص يا ماما انا هراضيها كده بالاسلوب ده، انا هراضيها. هو بقى كان قاتلها اصلا، لان بنتي صوتها ما طلعش. بنتي لما كانت يعمل حاجه ويكلمها تقول اسمع صوتها يا ماما هات التليفون انا اكلم ماما اوعي ياسمين اوعي، يروح قافل السكه. لكن بنتي ما فيش حس اصلا، بنتي كان مخلص عليها بس بيغيبنا عنها بيطمن.